هنعمل مع بعض نوع خبز او نوع عيش، واحنا بنعمله هنتكلم مع بعض عن الاعشاب. فهجيب البصل اللي هو متقطع لقطع صغيره بنفريه او بنفرمه، وبعدين هحطه هنا في السلطانيه اللي هنحط فيها كل المحتويات، وبعدين بضيف عليها كمان الثوم المفري او المبشور، وبحط عليهم زبده. الزبده ممكن تكون زبده وممكن تكون سمنه سايحه. اما البيض اللي هستعمله بيكون بيضتين، بخفقهم او بضربهم الاول، بخلط كل دوت، فدوت بتكون المحتويات اللي هي الاول اللي هي مبلوله او مش ناشفه. وبعد كده هبتدي اخلط كل البهارات بتاعتي او التوابل، بحط الملح وبحط جوز الطيب المطحونه، وكمان هحط ينسون مطحون، هحط شمر مصحح، شبت، والشبت هو عباره عن شبت ناشف، وهحط معاهم اللي هو اكليل الجبل او الروزماري او اللي هو ممكن بنقول عليه زعتر الجبل، كزبره كمان مصححه. بحط كل ده وبخلطه، وبعدين بضيف على اللبن، بجيب اللبن اللي هو الحليب بتاعي، بجيب كميه اللبن اللي هستعملها، بحط عليها الخميره الكيميائيه اللي انا هستعملها ومعاها كمان السكر. بدوب دول مع بعض كويس، وهحطهم على الخليط بتاعي. بمجرد ما هيبتدوا يدوبوا مع بعض بحط كمية الملح أو كمية الدقيق آسف اللي أنا هستعملها، والدقيق بيبقى عبارة عن 3 كوبايات ونص، بخلطه مع الخليط دوت. طبعا ديت عجانة هتكون مناسبة جدا للاستعمال دوت. وبعدين بحط الحليب اللي هو محطوط عليه السكر وعليه الخميرة الكيميائية أو الكيمائية، وأحط كل دوت وأخلطه. في الحالة ديت أنا معرفش أنا محتاج مية قد إيه، لأن بيتتوقف على البلد وعلى المناخ وطبعا الوقت اللي أنا بعمله، لو كان الجو حر أو الجو سخن، لكن أنا مش محتاج مية كتيرة لعجينة زي دي. فتقريبا أحتاج تقريبا من كوباية لكوباية ونص. فأبتدي أحط شوية من المية بما يعادل كوباية في الأول، وبعدين أقلبها. أنا ممكن أضيف لكن مش ممكن أخد من العجينة بتاعتي، وأخلطها كويس. وأحط كمان جزء تاني هيكون تقريبا ما يعادل نص كوباية، وأقلبها كمان. هتكون تقريبا العجينة ديت مناسبة جدا، وهو دوت الكمية اللي أنا محتاجها، ما تبقاش لزقة جامد وما تبقاش طرية. لو لقيتها إنها طرية ممكن أضيف عليها شوية دقيق صغيرين. فبغطي العجينة ديت وبسيبها علشان تتخمر، لأن أنا حطيت فيها خميرة، بسيبها تتخمر، وبعدين لما برجع لها بيكون ده الشكل بتاعها. فهجيب الخميرة العجينة بتاعتي وبقطعها، بشكلها أي أجزاء أشكال أنا عايزها. فممكن أعملها عيش بشكل مدور، أو ممكن أعمله بشكل طويل زي العيش الفينو، أو ممكن أجيب سلطانية أو طاسة أو وعاء، أو حتى ديت ممكن بنزرع فيها وعاء فخار أو إناء فخار، بحط فيه ورق ألمونيا وبسويه، بدهنه بشوية زيت صغيرين، وبعدين بجيب كمية من العجينة انها تبقى يدوبك تغطيها، واحط العجينة فيها بضغط عليها وبسيب مكان لان هترتفع وهتعلى بعد كده. فاجيبها وادهنها بشوية بيض على الوش وهدخلها الفرن. هسيبها في الفرن ل 350 درجة، وبسيبها تقريبا لمدة 20 ل 30 دقيقة، واتأكد انها لسه ما استوتش. لو كانت استوت وشايفها بتعلى قوي يبقى انا محتاج اوطي الحراره، لكن المده بتتوقف على الكميه. لو انا محتاج، لو انا بستعمل واحده زي دي ممكن تاخد من 45 لساعه، في حين ان انا لو عملتهم في اواني فخار اصغر ممكن تاخد وقت اقل. وزي ما احنا شايفين ان حجمها بيتضاعف تقريبا، وبتبقى ضعفها جوه واكتر من الضعف بره، يعني بمعنى اصح انها بتتخمر وبتعلى. وممكن احطهم في قلب الاواني بتاعتهم دول واسيبهم يتخمروا في الاناء نفسه، وبعدين ادخلهم الفرن يستووا. فده هيبقى شكلهم. وممكن علشان التقديم بجيب عنقود من اللي هو اللي احنا قلنا عليه اكليل الجبل، وبحطه للتزويق، وده بيبقى شكله. ممكن بيتقدم بالطريقه ديت، او ممكن يتحط اي نوع تاني.